شروق الشمس وغياب القمر، كمجيء النهار وانصراف الليل نلتقي، نفتح أبواب المدينة لنتعرف على بعض ما يدور فيها من قضايا وأخبار وحكايات ومبدعين. أهلا بكم في برنامج أهل المدينة. تشاهدون في هذه الحلقة: مرضى الفشل الكلوي جنائز في انتظار الموت، قصر السلطان العبدلي يحكي قصة قرن من الزمان، وأنسة طربوش تؤكد أن المرأة أهل للمشاركة بقيادة المجتمع. كما أن الشجرة كانت بذرة وتبحر السفن بعد إطلاق أشرعتها في الهواء، هكذا تسير عجلة التنمية بمجموعة من الأنشطة والفعاليات. نذهب وإياكم إلى جولة إخبارية سريعة وأسبوع المدينة. اختتمت في مديرية المعلى دورة تربوية في مجال الدعم النفسي والاجتماعي لأزمات ما بعد الحرب. الدورة استهدفت وعلى مدى أيام مشاركين من محافظات عدن وأبين والضالع وشبوة، وناقشت الآثار النفسية للحروب على الأطفال والتلاميذ التي تنعكس كردود فعل سلبية في تصرفاتهم وتؤثر على التوافق الاجتماعي في إطار المدرسة والبيت. وفي المعلى أيضا اختتمت مسابقة الحاسوب التي أقيمت على مستوى مديريات محافظة عدن. المسابقة شارك فيها 18 مشروعا تعليميا حاسوبيا من مختلف المدارس، وهدفت كما يقول القائمون عليها إلى بث روح التنافس الإبداعي بين الطلاب واكتشاف المهارات وتنمية القدرات التفكيرية. نفذ موظفو تلفزيون وإذاعة عدن وقفة احتجاجية أمام مبنى التلفزيون للمطالبة بإعادة تشغيل القناة والإذاعة من العاصمة المؤقتة عدن. المحتجون نددوا أيضا بتقليص مستحقاتهم المالية وتوقيف الحوافز منذ أكثر من عام. إعادة بث تلفزيون عدن بشكل كامل من عدن وبأسرع وقت. كرمت كلية الهندسة بجامعة عدن 100 مهندس في إطار توديع الدفعة 13 من خريجي قسم هندسة الكمبيوتر. الخريجون وخلال حفل فني وأكاديمي أقيم بالمناسبة عبروا عن فرحتهم بهذه اللحظات التي قالوا إنهم انتظروها طويلا بعد 5 أعوام من الجد والمثابرة. استهدفت حملة تحصين وطنية أكثر من 112,000 طفل دون سن 5 باللقاح ضد مرض شلل الأطفال في مختلف مديريات عدن، وشارك في الحملة وعلى مدى 3 أيام 595 فرقة صحية متنقلة و100 مشرف. ناقش لقاء علمي في جامعة عدن وعلى مدى 3 أيام مرض السكري وعلاقته بالصحة العامة، وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية تضافر جهود مختلف القطاعات ذات الصلة في مجال الوقاية من هذا المرض والتوعية بمخاطره. شهدت مديرية المنصورة في محافظة عدن حملة نظافة واسعة بمشاركة رسمية وشعبية. الحملة تأتي ضمن جهود تطبيع الحياة العامة في مديرية المنصورة بعد أيام من استعادة الأمن فيها. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والمرض من دون علاج يتحول إلى لعنة تطارد المريض تقوده إلى موت بطيء. أمراض الفشل الكلوي معاناة لا تنتهي، ومركز غسيل الكلى التابع لهيئة مستشفى الجمهورية بمحافظة عدن يعرض لنا شيئا من هذه المعاناة، تابعونا. ما أسهل الموت وما أصعب الحياة، عبارة تلخص إلى حد بعيد الواقع الأليم الذي يعيشه مرضى الفشل الكلوي. داخل غرف مركز الغسيل وفي صالات الانتظار يصطف الكثير من المرضى في رحلة معاناة تمتد لأيام بحثا عن محالل طبية تساعدهم على البقاء أحياء، فيما يعيش آخرون ممن لا يجدون تكاليف التنقل والعلاج حياة عذاب أقرب إلى الموت. نتمنى انه يكون يعني في مثلا يزودوا احنا بمكائن، يوسعوا القسم هذا، لانه قسم اصبح حيوي، قسم حيوي، المريض لا يمكن يعيش بدون غسيل، مضطرين احنا فاذا يوسعوا القسم يعملوا احنا الحاجات اللازمه، يوفروا كمان زايد المواد اللي تتبع الغسيل، الادويه التي ياخذها المريض.
يحتاج مريض الفشل الكلوي إلى 3 أيام على الأقل لجلسة غسيل تستمر 4 ساعات، غير أن ذلك لم يعد ممكناً في مركز غسيل الكلى التابع لهيئة مستشفى الجمهورية في عدن. غسيل 3 ساعات بس مكاني تعبان. احنا كنا أول نغسل 4 ساعات 3 ساعات ونص، هذه تفيد جسم المريض لأن السموم تكون زيادة عنده في جسمه بحكم المرض هذا اللي فيه. الآن يغسلونها 2 ساعة ونص، 2 ساعة ونص ما تكفيناش، 2 ساعة ونص ما تكفيش للمريض، يخرج المريض برضه يعاني ما يعاني فيه من قبل. فكلمناهم وخبرناهم بهذا الأمر، قالوا ما عندناش موظفين. نعاني كثير أولا من المواصلات، احنا الآن استقر باس 70,000، ثانيا الفحوصات احنا بنحتاج دم كل 5 أيام مركبنا رطل، حسب أن الدم موقف لحد الآن وماشي يشتغلون نعمل على فحوصات على حسابنا وكل شيء. فالمركز الذي يستقبل يوميا مئات المرضى ومن محافظات عدة بات كما يقول القائمون عليه غير قادر على الإيفاء باحتياجاتهم من الغسيل ومستلزماتهم العلاجية، فاضطر إلى تخفيض مدة جلسة الغسيل الواحدة إلى الضعف. المفروض الغسيل يتم بطريقة ساينتيفيك، يعني عملية وعلمية، علمية بحيث أن المريض يستفيد لما نعمل غسيل، لكن هنا للأسف المرضى عددهم بالزياد مستمر وعدد المكائن محدود، ونحن مضطرين نحن نحدد لهم يعني ننقص ساعات الغسيل، بدل ما كانوا 4 ساعات المفروض 4 ساعات، جلستين في الأسبوع أو أحيانا 3 جلسات في الأسبوع، وأحيانا يوم ويوم لا في يعني هذا يتم الغسيل هكذا، فنضطر نحن نعمل نقلل من ساعات الغسيل هذه، وده طبعا مش لصالح المريض. غير أن ما يضاعف المعاناة أكثر هو انعدام المستلزمات الطبية اللازمة لجلسات الغسيل، الأمر الذي تسبب في فترات سابقة بتوقف مراكز الغسيل وتعريض حياة آلاف المرضى للخطر. توفير العلاجات والمختبرات لصعب فشل الكلوي لازم هذه، والعلاجات في نقص علاجات، والحالة المادية ايش سمحنا لهذا العلاجات نشيلها، هذه هي غالية. العلاج أحيانا نشل عند حق المهديات، وأحيانا نشل مضاد حيوي، أحيانا إبر وأحيانا حبوب، وحن محتاج له عملية عادني يعني خلاص يدي تغير إيش تعملي. حال مرضى الفشل الكلوي يغني عن السؤال، أجسادهم الضعيفة لا تقوى على تحمل أعباء الحياة، فهم وبرغم حاجتهم الماسة للعلاج يحتاجون أكثر إلى اهتمام حكومي وجهود مجتمعية تفتح لهم نافذة أمل للحياة. الأستاذة نبيها أحمد بماجد، رئيسة مركز الغسيل الكلوي التابع لهيئة مستشفى الجمهوري بمحافظة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا بهذا اللقاء. بداية أستاذة، نحب أن تسلطي لنا الضوء على المشاكل التي يعاني منها هذا المركز المتخصص في غسيل الكلى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مركز مستشفى الجمهوري التابع لهيئة مستشفى الجمهورية المركز الوحيد اللي بيستقبل حالات من جميع محافظات المجاورة اللي هي لحج وما تشملها من مديريات والضارع وأبين، إضافة إلى ذلك الوافدين من محافظة عدن. المركز هذا طبعا أنشئ في 1998، وكان في كل مرحلة من المراحل المر بها المركز كان هناك تجديد وتوسعة في المركز، يعني نظرا لي تزايد عدد الحالات المترددة في هذا قبل كم سنوات؟ طبعا هو في من 98 بدأنا بعدد 8 وحدات غسيل، تزاد عدد الحالات، زودنا عدد الوحدات إلى 18 وحدة غسيل، كمان في زيادة في عدد الحالات، زودنا عدد الوحدات الغسيل ل 28 وحدة غسيل اللي هي طبعا الآن متواجدة وهي شغالة طبعا في المركز. بس هذا رافقه زيادة خيالية في عدد الحالات. هل زادت عدد الحالات بعد الحرب ولا هي زيادة نفسها؟ لا طبعا لا، زادت بشكل غير عادي. الآن طبعا بمعدل 3 إلى 4 حالات في اليوم الواحد من مرضى الفشل الكلوي اللي هم يزدادوا، فأنت تخيلي في خلال الأعوام القادمة المركز ذا لا يستطيع أن يؤدي الخدمة لهؤلاء الناس.
إضافة إلى ذلك الأسباب لماذا لا يستطيع أن يؤدي؟ هل مثلا نقص عدد الآلات أما أن الضغط؟ الضغط الموجود طبعا أنت بتحتاجي يعني في عدد مرضى يزدادوا، فأنت محتاجة لطاقم سواء طبي أو فني أو حتى من عمال النظافة يزدادوا. ليش؟ لأنهم شان الجميع يقدم نفس الخدمة، يعني كلهم في مجاله. الزيادة المرفقة للمرضى لابد انك يعني توفري كادر يعمل لدي. وهل لديكم هذا الكادر المتوفر؟ لا للاسف، طبعا بعد الحرب كل المعاناه بالنسبه للكادر الطبي كادر تمريضي. نفس المركز هذا يحتاج الى توسعه وزياده في عدد وحدات الغسيل. نحن نتكلم الان على حدود 250 الى 252 حاله، مجموع الحالات اللي تعمل غسيل، وهي مرتبه على جداول ايام الاسبوع، فبمعدل حوالي 82 حالة باليوم تعمل غسيل. طبعا نحن نظرا للضغط الموجود مضطرين نعمل ضغط في ساعات الغسيل للمريض عشان تقدري تستوعبي جميع الناس. كم كل مريض غسيل كلى كم كل يحتاج؟ مريض يحتاج الى حوالي 4 ساعات غسيل. نحن للاسف الان مرة واحدة في الشهر ام لا، يومين في الاسبوع مدى الحياة. نحن عاملين الان ساعتين ونص للمريضة. طبعا هناك عدة عوامل، منها مرضى الوافدين من محافظات، فلو خرج المريض من هنا بعد الساعة 8 المساء وهنا كمان عندنا حضرة جوال ما يستطيع شنو يروح بيته، وما فيش معك بديل انك تعملي له سكن تابع للمستشفى عشان لو جلس يقدر تاني يوم الصباح يتحرك. كمان انت تعملي الغسيل. طب اين يذهب هذا المريض عندما ينتهي من مثلا؟ لا احنا الان احنا عاملين ضغط قلت لك عشان ساعات الغسيل عشان يستطيع يغادر قبل ما تبدا عمليه حضره التقوال، يعني يلحق يروح. ولا المفروض انه بيعمل 3 ساعات وينتهي غسيله على الساعه 12 بالليل، فنحن عاملين ضغط الان عشان حضره التقوال هذا، ونساعد رجال الامن بضبط العملية الأمنية في محافظة عدن. كمان نحن نتكلم على مراكز غسيل متواجدة في محافظة عدن للأسف لا تقوم بدور فعال مثل ما يقوم المركز هذا فيه، يعني بقية المراكز بتعمل دفعة واحدة فقط. هل تلك المراكز أسبابها يعني؟ والله نحن نشتي نعرف الأسباب، المفروض يكون هناك في أسباب، ولو في يعني نستطيع مساعدتهم. هل أنتم تسمعوا إنه هذه المراكز تعاني كمان مثلا من ضغط أو من نفس آلات؟ لا هي ما تعانيش من ضغط، بس هناك في مشاكل إدارية، مشاكل ممكن تقولي تموينية، بس المفروض إنه يعني أي يعني مثلا نحن الآن نعاني من مشكلة الضغط الموجود، فنحن يكون في خطاباتنا الرسمية مع الجهات ذات الاختصاص إنه والله مشكلتنا كذا، نحب حد يساعد. نحن الآن لو فتحت بقية المراكز بأخذ زيادة في المرضى طبعا الضغط هنا بيخف والمريض طيب بياخذ حقه. يعني ليس هناك مثلا اجتماعات دوريه او تنسيق ما بين هذا المركز وبقيه المراكز للأسف. او بين المراكز بينها البلد؟ لا للاسف ما فيش تواصل بين اربع المراكز. يعني المفروض يكون هناك زي ما تقولي اجتماع دوري او حتى عبر مكتب الصحه عمل تقسيم أيوة. مكتب الصحه يقوم بعمل اجتماع دوري لرؤساء مراكز الغسيل وكل ما لديه اي مشكله فالكل يساعد في عمليه الحل. صحيح ايوه، لانه في النهايه المريض هو اللي يدفع. صحيح يعني. صاحب الحاجه هو المريض، والمريض هذا هو اللي يعاني. صحيح. فتخيلي انت لما يجيك مريض من داخل لحق بيوصل عدن وبيعمل غسيل، طبعا الغسيل بالنسبه للمريض مرهق، على الاقل يشيله ساعه ساعتين راحه وبعدين يتحرك مشان يرجع في المنطقه اللي هو ساكن فيها. هذه الوحده معاناه، المواصلات كمان معاناة. يعني تتخيلي نحن السليمين لما تنتقلي من منطقة لمنطقة كم تأخذي وقت يعني. المواصلات فما بالك واحد أيوة انتهى من عملية الغسيل والاستصفاء وبيغادر يعني بيرجع بلده يعني. طيب المفترض هو 4 ساعات يوميا مدى الحياة، هذه الساعتين أو الساعتين ونصف اللي انتم تعملوها تؤثر على صحة المريض سلبا؟ طبعا طبعا، على مدى فترة زمنية، ونحن نقول مريض الفشل الكلوي بيعمل غسيل على مدى الحياة، فهذه بتسبب له تراكمات بالنسبة للسموم بالنسبة للسوائل، وبتظهر هناك مضاعفات على فترات. يعني لحد الآن صح المريض ما يشتكيش، لكن برضو لما تجي تشوفي بعد فترة من الزمن أكيد دم بيصير عندهم مضاعفات، والمضاعفات هذه ترجع سلبا على الغسيل، لأنه المريض هذا لما بياخدش حقه
وبيتعب وبيضطر انك تعملي له جلسات طارئه، جلسات الطارئه هذه على حساب مرضى اخرين وهكذا يعني. طيب هل مثلا تعانوا انه في مرضى عندهم جدول، هم المرضى انتم تعملوا لهم جدول؟ أيوة جدول بالنسبه للمواعيد. مثلا المرضى يجوا متاخرين، فانتم هل ياخذ من اوقات مرضى اخرى؟ طبعا يعني انا مريض يعني طبعا احنا نبتدي العمل هنا طبعا بجهود ذاتيه وفرديه، ما فيش حد بيبدا دوام الساعه 5 ونص الفجر الا احنا. فنحن نعمل جهد عشان نساعد الناس يعني، ونبتدي بدري عشان ما يتأخروش في المساء. ونحن دائما نشد على المرضى انه الالتزام بالمواعيد لصالحه هو، لانه لما بيتأخر هو بيحصل الجهاز حقه قد على مريض اخر. صحيح. يا اما بينتظر على حالة طارئة او بيتكنسل عليه الغسيل، ولو تكنسل على الغسيل هذه مشكلة اخرى. وناهيك عن المرضى اللي هم ماديا ما يستطيعوش التنقل، خاصة اللي جاي لك من مناطق ريفية بعيدة. فتستغرب في بعض الأحيان أنت ليش ما جيتش الجلسة؟ يقول لك ما عنديش حق المواصلات. فهذه مشكلة كبيرة يعني. فيجي لك في يوم مش يومه ولا موعد موعده، وأنت تتفرجي عاجزة يعني ما عندكش حل إلا أنك تعملي له غسيل، فتضطر أنك تأخري واحد من اللي ساكنين في محافظة عدن عشان تعملي لهذا اللي جاي. هل هناك يعني جهات مختصة أو جهات معينة ناشدها المركز أو يعني طالبتم جهات؟ والله إحنا في كل لقاء نحن نناشد، طبعا الحكومة عندها الهم ما يكفي، لكن نناشد أصحاب الأيادي البيضاء. الحكومة هم الشعب في المقام الأول. أيوة. وهذا جزء يعني جزء لا يتجزأ، بس هي أهم شيء. أيوة. بس في الناس اللي هم أصحاب الأيادي البيضاء اللي هم مفروض انهم يكونوا يدا بيد مع هؤلاء الناس، يعني التجار رجال الاعمال. أيوة. ايوه يعني مثلا يعني احنا نسعى الى اشخاص يتبنوا عمليه مواصلات المرضى اللي هم جايين من مناطق ريفيه حتى تسهل عمليه النقل. يعني يعملوا لكم مثلا صندوق، يكون هذا الصندوق صندوق مواصلات تبع المرضى، صندوق او انه هو بذاته الشخص يعني يتكفل يكون في معه مثلا باص وعلى سائق وهو يعطي أجراته، ونحدد له المناطق اللي هم مثلا اليوم مثلا مجموعه من اصحاب لحق الخطه حقهم مثلا للمواصلات كذا كذا، فهو يعني يتكفل بهذا الشيء. نحن نتبنى وكمان السكن، نحن طبعا معانا سكن. طيب ليش ما فكرش المركز انه يرصد ميزانيه ويعمل خطه جاهزه ويبدا يقدمه لاصحاب الايادي البيضاء مثل ما وصفت؟ والله يعني نحن نتمنى اولا من الجهات اللي بتكون متبنية هذا المشروع، وهي الجمعيات اللي هي ذات الشأن يعني اللي هي عندها الخطط والبرامج اللي بتعمل هذا الشيء. نحن مقامنا الأول اللي هو المريض وتقديم الخدمة له في المركز. رفعنا بعض الدراسات لبعض الجهات، لكن للأسف لحد الآن ما فيش حد، لم يأتي الرد بعد. أيوة. وممكن هناك في أولويات للمشاريع يعني، أنا قدمت رسائل للهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر القطري، صندوق رعاية المرضى الكويتي، لحد الآن ردود لسه ما وصلتش. حتى بالنسبة لتوسعة المركز يعني أنا مهتمة جدا إنه المركز هذا ضروري في خلال العامين القادمين يتوسع، وإلا بدل ما كانت ساعتين ونص بتضطر تعمل لهم ساعتين يعني زيادة الحالات. و نحن نستقبل من مركز الطوارئ والحوادث التابع للهيئة، فلا يمكن يجيك مريض وتقولي له ما عنديش الإمكان إن أعمل لك. طيب موضوع الكهرباء، هل موضوع الكهرباء أكيد يعني إنه انطفاء الكهرباء يؤدي إلى توقف؟ لا ولله الحمد يعني أنت لو جيتي تكلميني عن موضوع الكهرباء ذا في سبتمبر أول ما بدأنا المركز الغسيل للعمل كان وضعنا سيء جدا للغاية، ونحن كمان مشكلتنا كانت مشمولة بالمشاكل الموجودة في محافظة عدن بشكل عام. وكانت بالنسبة لمادة الديزل كانت هذه صعبة توفيرها، حتى الآن الحمد لله لا نعاني أبدا من مشكلة انقطاع تيار كهربائي، لأنه على طول الحمد لله في ديزل وكافي، والتيار الكهربائي حتى لو انقطع ما عنديش مشكلة. مولد يعني عندكم. طيب لو بدأنا نتكلم عن الحلول، يعني أني سمعت من بنك الدم وتتكلمين عن مشاركة هذا البنك مثلا في انه يشارك في الحلول لمرضى الغسيل الكلوي. طبعا نحن نتكلم مريض الفشل الكلوي، مريض عنده مشكلة فقر الدم دائمة معه، وبالتالي بيحتاج الى دائما في جلسات الغسيل تركيب دم، وكان المركز بنك الدم يساعد نحن كثير بعملية نقل الدم للمرضى وبصفة مجانية.
الآن للأسف المريض بيخسر 7000 ريال عشان يركب قربة دم، وهذه معاناة ومشكلة كبيرة، خاصة مع الناس الذي لا يوجد لديهم أقارب للتبرع. فأنت تخيلي يكون دمه ناقص ما تقدرش تعملي له غسيل، وبنفس الوقت ما عندهش متبرعين يتبرعوا له بدم، ولا عنده أموال يشتريها، ولا عنده أموال، لا لو هو بيشتريها بيشتريها بأكثر من 7000. 7000 دي إجراءات الفحص ونقل الدم، لكن لو بيشتري قربة دم من أي مستوصف بتكلفه 17-20 ألف ريال. وفي بعض المرضى بيحتاجوا للنقل الدم بصفة دائمة مع كل جلسة، وهذه أحد المشاكل اللي يعانيها المريض الفشل الكلوي. إضافة إلى ذلك مريض الفشل الكلوي بيحتاج إلى أدوية ملازمة له طول ما بيعمل غسيل، من إبر لزيادة نسبة الدم في الجسم حتى نقلل من عملية نقل الدم، أدوية فيتامينات تساعده في عملية النشاط اليومي للحياة. فأنت بتعملي غسيل للمريض مش عشان يعيش، المريض هذا لازم يكون إنسان فعال منتج في المجتمع، يعني بيعمل غسيل وبيقوم بيمارس عمله، هذا في كل مراكز العالم، يعني بيعمل غسيل وبروح يمارس حياته اليومية عادية، يعني سواء عمل أو، لكن عندنا للأسف المريض بيخلص الغسيل بيروح ينام لما ثاني يوم الصباح، وما عندهش القدرة إنه يعمل أي مجهود سواء ذاتي أو على مستوى وقت الغسيل كان قليل، المواصلات فعلاً أخذت فعلاً منه، والتكلفة الأدوية بتعمل عليه كمان ضغط، تغذية كمان في سوء تغذية كمان، وانت عارفة يعني هم المواطن العادي يكفيه، فما بالك لما يبلى بهذا المرض وأزمة هذه الظروف وأزمة. انت تخيلي لما يكون رب الأسرة وهو شغال على قطاع خاص وعنده هذا المرض، فيضطروا الأهل المريض هذا، يعني الشخص هذا خلاص شخص غير منتج غير عامل. فانت تقولي لما يكون رب الأسرة هذا كيف بيكون مصيره، يعني هل بيقدر يوفر لقمة العيش للفرد الأسرة أو بيوفر لنفسه أدوية يعني. فهذه أحد معاناة المرضى. أستاذة نبيها أحمد بماجد، مديرة مركز الغسيل الكلوي التابع لهيئة مستشفى الجمهوري في عدن، شكرا لك على هذا اللقاء، وعانكم الله بإذن الله على أن تشفوا الناس وتساعدوهم، وشكرا. شكرا 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 لكم. مشاهدينا، المرض هو أسوأ ما قد يصيبنا، فإن تعاونت عليه قلة الحيلة وانعدام العلاج تحول إلى وضع كارثي. وفي الوقت الذي تضخ فيه أموال هنا وهناك، يحتاج هؤلاء إلى بعض الرعاية والالتفات من الجهات المختصة، ليس لشيء لكن ليستمروا على قيد الحياة بين أهلهم وذويهم وبين من يحبهم. حكايتنا اليوم تبدأ ككل الحكاية، كان يا مكان وذاك هو قصر السلطان. قصر السلطان الموجود في عدن كريتر مبنى قديم وتاريخ عظيم، تعالوا نتعرف سوية على هذا التاريخ، ابقوا معنا. في عدن هناك الكثير من المباني القديمة ذات الطابع المعماري المتجانس، إلا أن الكثير منها مهملة ولا تبدو بحالة جيدة. هنا قصر الشكر كما يطلق عليه، قصر السلطان فضل بن علي العبدلي، هو مبنى تاريخي تثيرك ملامحه، تجاوز عمره قرنا من الزمان، يقع في منطقة كريتر على المنطقة المواجهة لقلعة صيرة. المبنى يتكون من جزئين منفصلين معماريا منذ تأسيسه، جزء يقع شمالي وجزء جنوبي. فإذا لاحظنا عند تصميم هذا المبنى صمم على أساس كقاعة استقبال ضخمة وكبيرة، وهي موجودة في الجزء الجنوبي وموجودة في الجزء الشمالي، بالإضافة إلى جزء آخر وهو تقريبا للسكن، وهو يوجد في الجهة الجنوبية من القصر. فبحسب اعتقادي على أنه كان مخصص لسكن العوائل. لماذا؟ لأنه يحتوي على مدخل مستقل في حد ذاته.
رمز من رموز العمارة الإسلامية في الجزيرة العربية بما يحتويه من غرف ودهاليز وممرات سرية يعود تاريخ بنائه إلى العام 1916 للميلاد. فهو يحمل جوانب فنية وسمات للعمارة الإسلامية. فإذا جبنا نتحدث عن سمات العمارة الإسلامية وهو طبق فيه القاعدات أو قانون أو وصية عمر ابن الخطاب عندما اختطت مدينة الوسطاط، فأمرهم بتنفيذ 3 شروط رئيسية: أن يكون هواء، أن تكون مرتفع، أن يكون هواها عليل، أن تزورها الشمس في الصباح والمساء. فإذا وجدنا هذا القاس فنجد أنه في أولا الموقع أنه مرتفع عن تبت على ليس في مكان راكد، فهو مرتفع. الشرط الثاني أن يكون مفتوح الجوانب للهواء في التهوية فيه حتى لا تسكن فيه البعوض. الشيء الثالث لعملية التعقيم هو أن تزوره الشمس في الصباح والمساء، بالإضافة إلى وجود ماء الماء قريبة من ينابع الماء. فإذا سواء هذه الشروط التي وضعها عمر بن الخطاب تنطبق على مبنى أو على مدينة. استغرق بناء القصر بحسب أرجح الروايات أكثر من 8 سنوات، واستخدم سكناً للسلطان العبدلي وأسرته. مخصص لسكن العوائل، لماذا؟ لأنه يحتوي على مدخل مستقل في حد ذاته، وثانياً يحتوي على مدخل منكسر، كذلك الغرف الداخلية فيها مداخل منكسرة، لا توجد فيها صلاة وقاعات لاجتماعات أو لحضور كبار الضيوف في هذا الجزء، لا توجد فيها مدخل مشترك إلى بقية القاعات الأخرى، ولكن لها مدخل مستقل ومدخل منكسر. وهذه من أهم سمات العمارة الإسلامية، وجود المداخل المنكسرة، وهو يعني لا تدخل مباشرة إلى الغرف، ولكن تدخل إلى ممرات ثم تنكسر إلى ممرات أخرى حتى لا تكشف من في هذه الغرف بشكل مباشر، وهذا ما نشاهده في هذا القصر. لأنه وبعد خروج الاستعمار البريطاني من عدن تحول القصر إلى مؤسسة حكومية قبل أن يتحول في 22 يونيو من العام 1969 إلى مدرسة للعلوم الاشتراكية، يتلقى فيها أعضاء التنظيم السياسي أصول العلوم الاشتراكية العلمية. هو أشبه بالقصور العالمية مثل قصر اللوفر أو قصر الإليزيه الذي هو تم إعادتهم إلى متاحفهم، كانت في الأصل قصور. وقصر السلطان عبدالي هو أشبه بتلك المعالم، فهو حلقة وصل ما بين جبل المنظر وجبل حديد. فهناك حسب الرسومات البرتغالية وما أكدته البطاقات البريدية التي تعود إلى 1911 وهي بطاقة بريطانيا، إن هذا القصر بني على أنقاض مباني قديمة. والرسومات البرتغالية التي تعود إلى سنة 1900 إلى بداية القرن 16 أو 17 تشير في من خلالها تشير وجود سور يمتد من جبل المنبر إلى جبل حديد، ولكن تلك الأسوار انتهت في فترة الاستعمار البريطاني أو قبل الاستعمار البريطاني فأصبحت ركام. وعندما شيد هذا القصر شيد على تلك الأنقاض، على تلك أنقاض هذه المباني. قصر السلطان العبدلي أطلقت عليه مسميات كثيرة، منها قصر البراق وقصر الشكر، أما اليوم فيعرف بقصر 14 أكتوبر أو المتحف الوطني. القصر وبالرغم من أهميته التاريخية إلا أنه أصبح عرضة للاندثار، حيث بدأت تظهر عليه ملامح التشققات بفعل تقادم الزمن وإهمال الجهات المختصة،
ويخشى القائمون عليه أن يأتي يوم يتهاوى فيه صرح عريق ويندثر معه إرث حضارة قديمة. جميل أن نتعرف على تاريخنا العريق. إلى هنا تنتهي فقرتنا، فقرة حكاية المدينة، ولكن لا تزال فقرتنا مستمرة، فابقوا معنا. امرأة قامت بمفردها وعلى مدى أعوام بتأسيس معملها في مساحة صغيرة تقدر بأمتار تقع في محيط شقتها. أعداد من الفتيات يتدربن في تلك المساحة المحدودة على الخياطة وصناعة البخور وأعمال التطريز للملابس المحلية والكوافير وصناعة العزف والصوف، يكسبن منها قوتهن ويعلن أسرهن. لكن لربة المعمل حكاية نضال من أجل العمل. تجربتي في الغاز النسيج طبعا من 1974 دخلت المصنع طبعا عاملة تليفون، بدأت أشتغل وطبعا اتقفزت يعني من مكان لمكان إلا ما وصلت عضوة مجلس سيد في العمل وعضوة مجلس إدارة في المصنع نفسه. طبعا عملي كان في المصنع من عامل التليفون، بعدين اشتغلت مسؤولة مكتبة، وبعدين رجعت اشتغل طباعة. في 78 تحصلت على دورة من النقابات درست فيها وقلت طبعا من الأوائل، وعادوا لي سنة ثانية وتفرغت في مكتب الصحة والسلامة المهنية في الأمن الصناعي عند الأستاذ شيخ سميح في النقابات. وكانت أحب المجال العمل الأمن الصناعي يعني حب غير عادي، لأنه أتعامل مع الناس، أتعامل مع العمال من خلال إصابة العمل، من خلال المرض المهني، من هذه الأمراض. لطالما كانت تستهويها الخياطة، ولطالما كانت تشدها تلك الآلات في مصنع الغزل والنسيج الذي أفنت فيه الكثير من عمرها، تتنقل بين أقسامه المختلفة قبل أن يتوقف عن العمل. حضر خبير عمل دراسة كمان للغزو النسيج، عملت برنامج عمل للغزو النسيج كامل من بداية وجوده من لحق وأبين هو قطب، عملت له دراسة كيف يكون في إصابة العمل، كيف المرض المهني، كيف كده عملت له دراسة. صدفة أجاني خبير سوداني للمصنع، أسأل فيه المسؤول من الصناعي نسترغوش بالاسم، قلت له أني نسترغوش، عملت معه وريت له الدراسة، قلت له إيش رأيك بهذه الدراسة؟ قال لي بصراحة إيش مستوى إيش كده؟ قلت له ثاني إعدادي، قال لي لا مش معقول واحدة ثاني إعدادي وهي بالشكل ده. لتنقل شغفها وتجربتها ليرتبط اسمها مجدداً بجمعية الخياطة التنموية أسستها بكدها وتعبها. قررت أفتح جمعية الخياطة بعد ما حولوني من عملي كمديرة المعاشات مديرة الخياطة. بدأت إنشاء هذه الجمعية في 8/2/2011. كنت بدأت أبيع على أساس أنه من 2009 نتيجة الظروف التي ما تمكنتش أني أخليه في 2009، بس هذه مكنتني من العمل المسح إيش محتاجة المديرية اللي بشتغل فيها. بدأت أعمل فكرات كيف أدرب، كانوا يقولوا شوفوا بورد مكتوب جمعية الخياطة. طبعاً هناك في جمعية الخياطة ما عنديش حتى كرسي، كانوا يقولوا للنساء أقول لهم شو تعلموا خياطة، التدريب ب500 ريال. جمعت يعني حق 20 بنت من 500 ريال راح اشتريت لهم كراسي، لانه شعور يجلسون بالارض ال 500 حقهم هذه. شليت واشتريت لهم كراسي، بدات جبت تلميذ من عندي من البيت، بدات ادرب خياطه. بدأوا يقولوا ما معي كوفير، قلت لهم الا عندي كوفير. بدات استاجر مكان ثاني، قالوا طيب نحن اللي ما بنشتغل يعني نشتري معدات الخياطه، نشتري ادوات الخياطه، قلت لهم اوكي. بدات فتحت محل صغير بيع ادوات الخياطه، يعني كيف بتدرسوا عندي بدل ما تروح للسوق تتعذب. فتحت لهم جنبي كيف ابيع ادوات الخياطه، نسقت مع المحلات السنجل الخياطه، قلت لهم اشتري مكاين بشتري من عندك بس اشتري بالتقسيط، انا بتحمل المسؤوليه واني اضمن لهذا من الناس. بدات اشيل لهم اللي يتخرجوا عندي، اشيل لهم المكاين الخياطه. طرحت فكره
الإدارة قلت لهم إيش رأيكم نعمل مناقصات للمستشفيات وبيجي مبالغ والمبالغ هذه بتشغل الأقسام الإنتاجية ممكن نحنا يعني نشغل الخياطة. قالوا لي أوكي كيف بنعمل نحنا بوسائلنا بسيطة. قلت لهم خلاص ممكن نعملها مناقصات طبعا عندنا إيش إمكانية قطر ممكن في الإمكانية البديهية أول ما نعمل المناقصات طبعا أنا كنت أدير الدب من فلوس الخاص حتى. لم ترضى أنيسة طربوش أن تبقى المرأة حبيسة الجدران بل عليها أن تضمن لنفسها العيش بكرامة وأن تسعى لإعالة نفسها بنفسها. بهذه المكانة بدأت المرأة العدنية عملها بخياطة الملابس وبيعها وما هي إلا أعوام حتى مكنها ذلك العمل من فتح مشغل في عدن وشراء عدد من الماكينات وبذلك ازداد عدد العاملات والمتدربات في جمعية الخياطة حتى وصل إلى محافظات مجاورة لعدن. فاجأوني بعد 4 أيام من طلعت بيتي إنه بيتي الباب حق بيتي مفتوح فيلتي مفتوحة. استرقت طبعا جمعيتي وتكسرت يعني أدواتي واسترقت معداتي ما حد لحد الآن يعني حتى عوضني بإبرة واحدة والحمد لله وصلت يعني مسيرتي واشتغلت يعني ما قلتش إنه هذا عائق علي ممكن أتوقف. استمريت وعدني امتديت يعني لخارج المحافظات ما قلتش يعني خلاص ممكن عد بحصل لي هذا تقول لي يعني رد فعل اني اتوقف لكن هميت الناس اللي اني اشتغلت معهم ممكن تغلق بيوتهم. تبدأ عملية الخياطة في الجمعية بمرحلة التدريب على قصاصات الورق ومن ثم يكون على القماش فينتقل بعدها المنتج إلى مرحلة الخياطة ومنها إلى الحبكة ومن ثم إلى الكوي. بدأت معانا بالجرايد أول حاجة كيف نمسك المقص كيف نقص بعدها طلعنا على المكان تعلمتنا كيف نطلع على الماكينة كيف نتعامل معها بعطتنا أقمشة بدأنا نخيط بعدين بعد ما ثبتنا بالخياطة بدأنا بنلحونا بجيراننا بأهلنا نشوف كيف يعني يربقونا يسوقونا. في جمعية الخياطة التنموية لم يقتصر العمل على خياطة الملابس النوعية المختلفة عن المنتجات المتداولة في السوق المحلية بل تعدى نشاط الجمعية إلى صناعة الأواني الفخارية واستثمار الدفوف والطبول لصالح الأسر المحتاجة وتدريب الشباب في مجال المحاسبة. عملنا حوالي 21 مهنة تدريبية للخياطة اسمها جمعية الخياطة والخدمات التنموية مش خياطة وبس الخدمات التنموية هذه الخدمة اللي تقدم الجمعية تقدم خدمات لأبناء المستفيدين من الجمعية يعني مثلا في وحدة معها ابني خريج جامعة ابني مثلا خريج معهد مهني ابني خريج ثانوية هذون نحن نعمل تنسيقات مع المصناديق التدريب نقول لهم نحن بنجيب لكم شباب لأنه تكون هي بتكون مجانية نعمل لهم نساعدهم في هذه. دربنا يمكن حوالي 50 شاب في مجالس المحاسبة يمن سوفت دربناهم دربنا برضو في مجال الصناعات الصغيرة دربناهم تساعدها بكل شيء حتى بتعليم الأولاد يعني إذا وحدة معها ظروفها المادية صعبة مثلا تعاني ظروف أسرية يعني من الزوج أو من أسرتها وهي معها أولاد تتكفل بتعليمهم تتكفل هي بالأم نفسها. سعت جاهدة لتجاوز أدوارها التقليدية تنويعاً وابتكاراً نحو توزيع نشاطها في كافة مجالات الصناعة اليدوية وتوفير مناخ مناسب باستثمار قدراتها بما يضيف ويعزز العطاء في جمعية الخياطة التنموية. لو يعني الأستاذ محافظ عدن ومثلة بالأستاذ برضو الحاج مسؤول على النظافة إنه لو يعطينا هنا مناقصة واحدة فقط للنظافة من خياطة ملابس النظافة هذه من المشروع نفسه أنا مستعدة أشتري المكاين من نفسي ماشيش عدد الدعم لأني بشتغل بشتري المكاين من نفسي ما عملت أي مشروع آخر. صور المصنوعات المعروضة بقدر ما تجذبك إلى متعة النظر تدفعك لتقصي حكاية تحدي مع الذات حين تنبت الإرادة في كنف الخبرة وفي مناخ يسوده الحنين إلى شيء جمالي مرموق
اختارت واجهته أنيسة طربوش لتكون المرأة حاضرة حضورا يوازي حضور صنعتها المتألقة في كل منتجاتها، وما زالت تطمح في تطوير العمل إلى عمل أكبر وأكثر إنتاجا. كنت أنا أحب أنه لو كان معنا سوق خاص فينا لمنتجاتنا، مش للجمعية الخياطة بس، لكل الجمعيات اللي دي فيها يعني أشياء يعني في مردود ماديا، ووعدوني أنه يكون في 2009 يكون سوق خاص لهذه الجمعيات. لكن الآن إحنا قلنا في 2016 ما فيش أي سوق. بهذا العمل تؤكد المرأة العدنية على أنها أهل للمشاركة بقيادة المجتمع. وهنا في جمعية الخياطة مثال النساء يحقن المجد بصبرهن وثباتهن في وجه أقصى ظروف الحياة. ما كل ما يتمناه المرء يدركه، ولكن مع التصميم والعزيمة والعمل المستمر لابد أن يدرك المرء بعضا مما تمنى. هذه هي حكاية وجه المدينة لهذه الحلقة، هذه هي قصة أنيسة طربوش. بصحة التقينا، وعلى أمل اللقاء أودعكم لنلتقي في الأسبوع المقبل على خير، ويبقى الخير دائما في الأرض وفي معدل الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة. إلى اللقاء.